بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله النهاردة معانا النهاردة مسابقة للمتفوقين أو للطلبة الفائقين بالنسبة للعام الدراسي 2022-2023. ولكن دايما مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة عندنا لي choose the correct answer from ABC. لو أنا جالي سؤال choice everyone is dying space homework، طبعا everyone تعامل معاملة المفرد ويعود عليها ضمير جمع، يبقى everyone is doing their homework. The shop المحل is open يعني مفتوح daily except Fridays ما عدا أيام الجمعة، يبقى هنا open. open هنا adjective صفة، لكن ما ينفعش نقول is opened، هو المحل مفتوح، كلمة مفتوح معناها open. She used to play volleyball but now she doesn't. طبعا used to اعتاد عمل شيء في الماضي والإقلاع عنه في الحاضر، يبقى الإقلاع عنه اللي هو الفيرب في المضارع. Of the two boys من بين الاثنين، عبد الله is the better، عبد الله ده الأفضل. Good better than the best، فطبعا هنا the better. How long ago طبعا did، ليه؟ لأن عندنا ago ماضي. How long ago did عمر buy. I have studied English for years. This means I have studied for years لسنوات. I no longer لم أعد أدرس، طبعا خطأ. I never أبدا. I study English now، طبعا هنا I study English now، لأن هنا present perfect بيعبر عن زمن بدأ في الماضي وما زال continuous مستمر، يبقى continuous عندنا اللي هو إيه؟ now. I space tennis for a really long time. Now I love it. طبعا هنا I didn't like tennis for a long time. Now I love it. يعني ما كنتش بحبها لفترة طويلة، ولكن الآن. طبعا الماضي البسيط حدث بدأ وانتهى، يعني خلاص ما كانش بيحبها. Now الآن I love it، يبقى هنا I didn't like tennis for a really long time. Now I love it. يبقى هنا إيه؟ بنجيب النيجاتيف النفي. حبيبة مرزو is a top gymnast. She is really amazing. يعني هي ايه؟ رائعة. طبعا هنا بتسبب الصفة amazing، لكن amazed طبعا شعور، هي مش بتشعر بالدهشة، احنا اللي بنشعر بالدهشة، فهي بتسبب لنا الايه؟ الامازمنت او الدهشة. The farmer was burning rubbish when his clothes caught fire. طبعا هنا was present past continuous، وهنا past simple. when ماضي بسيط، ماضي ايه؟ مستمر. while playing football علي fell down. while playing، يبقى هنا while بجوار verb plus ing، اذا لم تحتوي الجملة على فاعل، انا ما عنديش فاعل هنا، يبقى while playing على طول. read and complete the text with words from the list، وهنكمل من الكلمات اللي عندنا في table. special more most selling buying technology. do you love music، هل انت بتحب الموسيقى. do you want the latest، طبعا هنا the latest ايه؟ technology، يعني بتحب احدث تكنولوجيا، latest technology. we have the best headphones now at the audio world. we are selling them in red، بنبيعهم. طبعا هنا احنا عندنا، يبقى ده واحد بيعلن عن سلعة، يبقى selling them in red يعني الالوانات اللي عندنا red احمر، which is our اللي هو ايه؟ popular color، which is our most popular color يعني اللون الافضل عندنا. طبعا حذفت ازاي؟ لوجود ضمير ملكية قبلها. and also in black باللون الاسود، and white وباللون الأبيض. this week you can buy them at the space price. طبعا هنا at the special price يعني بسعر خاص أو مميز. of only 1500 Egyptian pounds، 1500 جنيه فقط. visit our shop today يعني زور المحل بتاعنا اليوم. بعد كده عندنا سؤال complete the sentences with the correct form of the words in brackets، وهنكمل من الكلمات عندنا. the boys have the same age، طبعا نفس العمر. he plays as well as his friend، طبعا هنا احنا قلنا مين؟ as والصفة وas، يبقى as well as. طب ما احنا ما عندنا الصفة، ده انا عندي هنا ظرف. ليه؟ لان عندنا بلاي فعل اساسي. لو جينا نرجع الجملة الاصلة he plays well، يبقى he plays as well as his friend.
ومن هنا وصلنا لنهاية امتحان أو اختبار للطلبة المتفوقين أو الفائقين، اللي طبعا تم إجراء هذه المسابقة العام الماضي اللي هو عام 2022. تمنيتنا للجميع بالتفوق والنجاح، واللي عجب الفيديو يعمل شير ولايك للفيديو وسبسكرايب، وإن شاء الله يوصل له كل ما هو جديد عن مسابقات أوائل الطلبة بالنسبة لمادة اللغة الإنجليزية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلبة طلاب المرحلة الابتدائية، معنا قناة سبحان الله الحياة حلوة، تعرض دروس اللغة الإنجليزية للصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي. بالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية، قناة علي جودة هتعرض بالنسبة لصفوف الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي اللغة الإنجليزية. طلاب المرحلة الثانوية، قناة سر التفوق والنجاح للصف الأول والثاني والثالث الثانوي. وما ننساش كلنا نعمل سبسكرايب واشتراك لو ما كناش مشتركين عشان يوصلنا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.